تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. في هذا البرنامج نفتح آفاق التواصل معكم مستمعينا لاستقبال آرائكم ملاحظاتكم اقتراحاتكم، كل ما من شأنه أن يساهم بشكل أو بآخر في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام. إذن اللي عنده أي اقتراح ممكن أن يعني يسرع من عجلة التنمية في مجال الصحة والخدمات اللي تقدم في مستشفيات هيئة الصحة بدبي، الأربع مستشفيات الرئيسية اللي هي حتى دبي لطيفة وراشد، وأيضا من خلال مراكزنا الصحية المتوزعة على جغرافية إمارة دبي، مراكز الرعاية الصحية الأولية، وكذلك في عندنا بعض المراكز المتخصصة كذلك ممكن يعني نستقبل هذه الاقتراحات سواء عبر برنامجنا على الأرقام اللي ما نذكرها اللي هي 600-551-414 أو الرسالة النصية 4006، وأيضا من خلال رقم الهيئة 6 800 342 800 DHA. فهذا الرقم موجود معاكم 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. كذلك ممكن نستقبل كل الاقتراحات وحتى على وسائل التواصل الاجتماعي اللي هي يعني معظمها تحت مسمى DHA، يعني دبي هيلث أثوريتي DHA_Dubai. إذن معانا اليوم في التنسيق ميرا المري، كيف حالك أميرة؟ وأيضا في الإخراج والقواسمة. والقواسمة في الإخراج معانا الشهير بوائل زعتر، الله يذكرك بالخير يا أبو كريم. عموما ما نبتدي معاكم أول دراسة معانا اليوم اللي هي دراسة تشير إلى عوامل خطر جديدة للإصابة بالخرف. طبعا توصلت دراسة حديثة إلى أن الالتهاب في منتصف العمر يزيد من انكماش الدماغ والإصابة بالخرف في سنوات العمر المتأخرة. طبعا اشترك في هذه الدراسة أكثر من 1600 شخص يبلغ المتوسط العمري لهم 53 عام، حيث قام الباحثون بتحري 5 وسمات حيوية للالتهاب في الدم لديهم، وبعد 25 سنة قام الباحثون بإخضاع المشاركين لفحوص شعاعية دماغية واختبارات للذاكرة. يعني هذه الدراسة خذت 25 سنة. عموما وجد الباحثون بأن الأشخاص الذين ارتفعت لديهم مستويات 3 أو أكثر من الواسمات الحيوية ومناطق أخرى من الدماغ يعني ترتبط بهذا الالتهاب تراجعت لديهم مساحة يعني الحصين الزهايمر بنسبة 5%، كما وجد بأن أولئك الأشخاص قد حققوا نتائج أقل في اختبارات الذاكرة، هذه اللي عندهم هذا الالتهاب. يقول المعد الرئيسي للدراسة كينان ووكر الأستاذ بكلية الطب جامعة جون هوبكنز الأمريكية، تقترح نتائج الدراسة بأن الالتهاب في منتصف العمر قد يساهم بشكل مبكر في حدوث تبدلات دماغية ترتبط بداء الزهايمر وغيره من أشكال الخرف. وبما أن العمليات التي تفضي في النهاية إلى الإصابة بالخرف تبدأ قبل سنوات من ظهور أعراضه،
فإنه من الضروري فهم آلية تلك العمليات ودورها في الإصابة بالخرف منذ منتصف العمر. جرى نشر نتائج هذه الدراسة مؤخرا في مجلة العلوم العصبية. إذن الواحد لازم ينتبه. كان عندنا واحد من أنا أسميه واحد من الشباب وكبير في السن، لكن يقول ما شاء الله عليه، يقول ضروري أنك أنت تستثمر في شبابك عشان تعيش شيخوختك بشكل صحي. هذا الريال فوق 55 سنة تشوفونه، يعني أنا أعطيه إذا بشوفه بشكل كبير ممكن أعطيه 41 سنة، يعني إذا بالغت 41 سنة. لكن رياضي يلعب يعني رياضات شاقة في هذا العمر، يعني بعض الأشياء أنا ما أقدر أسويها، أو واحد في 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 منتصف العمر ما يقدر يسويها. فسألته يعني قلت له أنت كيف تحافظ على جسمك بهذا الشكل؟ قال أنا بديت أهتم بهذه المسألة من يوم كان عمري 30 سنة. السن الذهبي بالنسبة لك أنك أنت بالفعل تحافظ على صحتك وتحافظ على لياقتك، ولازم تنتبه لأكلك، هو ما بين 40 و50. إذا عديت هذه 10 سنوات على حسب كلامه طبعا، يعني مواقع تجربة وليست مسألة علمية، ما أقدر أقول عنها أنها هي شغلة علمية، ولكن هذه الفترة من 40 لين 50 إذا عديت ما عندك مشاكل يعني صحية، لا عندك مرض مزمن، لا عندك شيء، بتعيشك الفترة القادمة بشكل أفضل، اللي هي تستثمر فيها في الشيخوخة. فالمسألة يعني هو استثمار في صحتك. طيب كيف استثمر في صحتي؟ لازم انتبه إلى بيت الداء، شو اللي يدخل في المعدة. اليوم قالوا المعدة بيت الداء، ما قالوها من فراغ، لأن بالفعل هي بيت الداء، اللي الدخل في جسمك هذا الشيء هو اللي يعطيك يعني مؤشر لصحتك، شو من الأمراض اللي أنت ممكن تصادفها. فيعني الواحد ينتبه للأمور اللي يأكلها، وأيضا الرياضة ثم الرياضة ثم الرياضة، لا تنسون هذه المسألة، الرياضة ثم الرياضة ثم الرياضة. جزاه الله خير الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، الله يطول عمره ولي عهد دبي، يعني يوم يطلق لنا هذه المبادرة الجميلة، والله العظيم أنه يعني فكرة مبدعة. تشوف الناس كلهم الحين قاعدين يمارسون هذه الرياضات، سواء في الأماكن العامة، سواء في النوادي الرياضية، سواء حتى الواحد قام يشوفهم على وسائل التواصل الاجتماعي، كيف أن ما شاء الله هذا المجتمع، مو مجتمع دبي بس، لا مجتمع دولة الإمارات بشكل عام، وقاموا يشاركون حتى من خارج الدولة في 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 هذا التحدي. فيعني لها الناس بشكل صحي، بشكل رياضي، واستثمر اوقاتهم فيها في 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 مجال ان الواحد يمارس هذه الرياضات. فكانت مبادرة الصراحة جميلة جدا، يعني شو اقول عنها، هي لو اي حد مثلا ممكن اطلق هذه المبادرة ما كنا شفنا هذا التفاعل الكبير من قبل المجتمع، ولكن لان سمو الشيخ حمدان بن محمد هو من اطلق هذه المبادرة، وهو المبادر دائما في العديد من الامور اللي تختص يعني في مجال المسؤولية المجتمعية، فكان هذا التفاعل الكبير على كل المستويات، سواء نتحدث على أعلى المستويات في المجتمع إلى يعني كذلك إن شاء الله ما نقدر نقول في مستوى يعني متدني في المجتمع، ولكن كل أفراد المجتمع من العام إلى الخاص. فجزاك الله خير، ما قصرت يا طويل العمر، هذه تحية نوجهها لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد على هذه المبادرة، مبادرة تحدي دبي للياقة، وأيضا تحية لكل المشاركين في هذه المبادرة. شاركت أنت في المبادرة وائل؟ دوام. يقول دوام ما يقدر يشارك. الله يعينك يا وائل، الله يعينك، يعني أنا
بصورك على الانستغرام، خلي الناس يشوفون ويشوفون نتيجة اللي ما يسوي رياضة شو اللي يستوي فيه. عموما فاصل وراجعين مستمعينا، بعد الفاصل إن شاء الله بنتحدث عن موضوع جميل اللي هو الوقاية من الإشعاع. إن شاء الله تكون معنا الدكتورة جميلة السويدي رئيس لجنة الوقاية من الإشعاع في هيئة الصحة بدبي، وهي استشاري الفيزياء الطبية واستشاري نظم تطوير برامج الإشعاع الطبي في هيئة الصحة بدبي. موضوع علمي جميل بنتكلم فيه بالتفصيل إن شاء الله مع ضيفتنا عبر الهاتف، فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج الذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. إذا قبل الفاصل وعدناكم أن نحن ما نتحدث عن موضوع جميل جدا حول حملة التوعية من للوقاية من الإشعاع. معانا عبر الهاتف الدكتورة جميلة السويدي رئيس لجنة الوقاية من الإشعاع واستشاري الفيزياء الطبية واستشاري نظم تطوير برامج الإشعاع الطبي في هيئة الصحة بدبي. صباحك الله بالخير دكتورة. صباح النور، مرحبتين أخوي محمود، نصبح عليك وعلى فريق العمل الإعلامي عندك وعلى جمهورنا الكريم. شكرا لك يا دكتورة، والله اشتقنا لك، من زمان ما سمعنا صوتك ولا يأتينا الإذاعة، لكن نحن نتكلم اليوم عن الجهود المستمرة الهادفة إلى رفع الوعي المجتمعي بأهمية السلامة الإشعاعية في مجال الطب الإشعاعي، هذه اللي تشارك هيئة الصحة بدبي من خلالها في هذه الحملة التوعوية العالمية للوقاية من الإشعاع ضمن المبادرة سميتوها أو اللي سميت الوقاية من الإشعاع في العالم العربي. طبعا هذه المبادرة الدكتورة مدعومة من منظمة الصحة العالمية والوكالة الدولية للطاقة الذرية. طيب الآن دكتورة نبغي نعرف فكرة عامة عن هذه الحملة وأهدافها. الله يسلمك. الحملة هذه عبارة عن حملة وبرنامج للوقاية الإشعاعية في الوطن العربي، والمستوى الدولي تعرف ب أرب سيف. اوكي. تندرج هذه ضمن البرامج الدولية المنظمة مثل ما ذكرت اللي هي منظمة الصحة العالمية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهاي البرامج الدولية هي عبارة عن جزء من برامج الأمم المتحدة اللي هي معروفة بأهداف التنمية المستدامة. اللي هي Sustainable Development Goals. هذه من خلالها نحن وتواصلنا مع هذه المنظمات شكلنا فريق عمل على المستوى الوطني العربي، وشاركت فيه جمعيات مهنية بتخصصات الأشعة. فريق العمل هذا يحتوي على أطباء وعلماء وفنيين متخصصين في الأشعة، وكذلك يشمل على إداريين في المجال الإشعاعي، بحيث أن نحن نهدف لتوعية عامة الناس، فهذا هو المحور الأول للحملة والبرنامج. والمحور الثاني اللي هو يتعلق بالأمل المجال الإشعاعي في المستشفيات، اللي هو ضبط التعرضات الإشعاعية والتحكم في مستوياتها. ممتاز. هذه الفئات اللي تستهدفونها دكتورة من الحملة، يعني شو خطتكم اللي طارحينها في هذا المجال؟ الله يسلمك. نحن ناويين إن شاء الله وبدينا يعني في هذا المجال أن نحن نشكل برنامج لتوعية عامة الناس في المجال الوقاية من الإشعاع، ومعرفة لمستويات التعرضات الإشعاعية، الفحوصات الطبية، ومعرفة أن في بعض الفحوصات ما تتعلق بأي مستوى إشعاعي مضر مثل التصوير المغناطيسي أو الموجات فوق صوتية، فنهدف أن نحن نوعي عامة الناس. وكذلك ناويين بإذن الله نستهدف فئة الأطفال. جميل. شو تبغون شو بسوي لهم دكتورة؟ أبغي أعرف يعني شو أهم الرسائل اللي تبغين توجهينها لهذه الفئات بما أننا نحن نتحدث وفي جمهور يسمعنا. بالنسبة لعامة الناس، مثل ما ذكرت لك التوعية اللي هي الفرق بين مستويات التعرضات الإشعاعية وكيف نحن نقي نفسنا منها.
بالنسبة للأطفال وكذلك احنا ناويين المدارس والكليات للأطفال احنا ناويين نعد وعديناها هذه قصة تتكلم عن الإشعاع بأسلوب مبسط جدا وسمينا شخصيات شعاع وشعاعة على أساس نوصل المفهوم استخدام الإشعاع في الطب بأسلوب جدا بسيط للأطفال يتناسب معهم. جميل. طبعا أعزائي المستمعين يعني دكتورة جميلة السويدي يعني تعد أول إماراتية حاصلة على مؤهلات دراسات عليا في مجال الفيزياء الطبية تخصص الطاقة النووية الذرية وأيضا يعني حاصلة على العديد من الجوائز في المجال العلمي وهي واحدة من أوائل من ساهم في إنشاء تخصص الفيزياء الطبية في جامعة الإمارات. يعني ما شاء الله سيرة ذاتية مليئة بالإنجازات دكتورة جميلة. فهني لما نتحدث عن الإشعاعات وغيرها من المواضيع نتحدث أيضا عن المعايير اللي تسعى أو تلتزم بها منشآت هيئة الصحة بدبي، وهل يعني نقدر نقول أن المستشفيات اللي عندنا أو المرافق الطبية والصحية هي ضمن المعايير العالمية بما أنك أنت متخصصة في هذا المجال؟ نعم نحن نطبق المعايير الدولية صار لنا يعني سنوات طويلة الحمد لله، والمستويات الإشعاعية عندنا فيها تحكم وقدمنا أوراق علمية بينت أن المستويات تتناسب مع المستويات الدولية. نحن حملتنا هذه مهم فيها أن نحن نطبق المبادرة الدولية اللي هي يسمونها تسمحوا لي أقولها بالإنجليزي Bone Call for Action اللي هي مبادرة تمت في مدينة بون في ألمانيا من 5 سنوات بدأوا في تطبيق المعايير الدولية بحيث أنها تشمل الأطباء اللي هم يحولون الأشعة يحولون المرضى للأشعة، وتشمل الأطباء المتخصصين في الأشعة والفنيين والفيزيائيين وجميع العاملين حيث أنهم يراقبون التعرضات الإشعاعية على مستوياتهم محلية. كذلك تشمل برامج تعليمية، ونحن ساهمنا في هيئة صحة دبي ببرامج تعليمية في الوقاية من الإشعاع بالتعاون مع زملائنا من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، فصارنا سنوات ونحن نعطي هذه البرامج، وبنشارك إن شاء الله كذلك في المؤتمر القادم اللي هو بيكون الشهر القادم في ديسمبر منتصف ديسمبر في الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، واللي هو يعتبر عرض لما تم إنجازه خلال 5 سنوات من بدأت إطلاق مبادرة بون كول فور أكشن لليوم. ممتاز. نعرض هذا وهيئة صحة الدين مشاركة في أوراق علمية في هذا المؤتمر مع زملائنا من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية. طيب دكتورة يعني هني أبغى أتكلم عن شغلة يمكن بعيدة شوية عن موضوعنا الرئيسي اللي نحن نتحدث عنه عن هذه الحملة، ولكن أبغى أتكلم عن أنت ساهمتي في إنشاء تخصص الطب النووي وأيضا في إدراج خدمة علاج المرضى باليود المشع، فأبغى أعرف شو هذه الخدمة وشو هذا الشيء اللي أنت ساهمتي فيه. الله يسلمك. هذه مجهودات مشتركة من قبل فرق العمل في هيئة صحة دبي. أنشأنا في البداية تخصص الطب النووي، ومع قسم الطب النووي أنشأنا خدمة اليود المشع اللي هو نعطي المواد المشعة للمرضى بطريقتين، يا أن مثلا المريض يأخذها على أساس أنه هو مريض خارجي يأخذ الجرعة ويروح يعني ونعطي تعليمات يتبعها بحيث أنه يقي نفسه ويقي البقية من أي تعرضات إشعاعية. وفيه اللي هو المرضى الداخليين، فأنشأنا عندنا غرف للعلاج باليود المشع في مستشفى دبي. طبعا خدمات الطب النووي متقدمة وتطور مع الزمن، وأنا جدا سعيدة أن حاليا فريق العمل عندنا في مستشفى دبي قدم خدمات متطورة في مجال الطب النووي. عندنا مثلا خدمة اللي هو تصوير البوزيتروني حاليا. شو هذا التصوير؟ هذه خدمة كذلك متقدمة في التصوير. طيب دكتور هاي الشغلات يعني الواحد يوم يسمعها يخاف الصراحة.
نعم، نحن هدفنا من الحملة نحن ما نخوف، إنه ما نخوف الناس. أساسي نحن حملتنا هذه تشمل على الأطفال والمدارس والكليات، بحيث أن نحن نشجع الطلبة على أنهم يدخلون في تخصصات الإشاعية. مثل عندنا في كليات التقنية عندنا برامج للتصوير الإشاعي، وتخرجوا ما شاء الله أعداد من الفنيين اللي يقدمون خدمة التصوير الإشاعي. فمن هذا المنبر أنا أقول أن الأشعة مفيدة جدا، قبل ما نذكر أن فيها أي خطورة. خطورة موجودة، لكن هاي الخطورة متحكم فيها. الخطورة يعني موجودة في كل شيء دكتورة، في كل شيء. أي يعني طالما أنك تحكمت في أي خطر ممكن، فأنت تستخدم الإشعاع بصورة إيجابية جدا لعامة الناس. يعني للمرة دكتورة، أنا دائما ما أكون سعيد في أي استضافة تكونين فيها معانا، لأن أنت يعني مثال راقي للمرأة الإماراتية المنتجة، المرأة العالمة العاملة. فشكرا لك دكتورة، ويعطيك ألف عافية، ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في يعني كل حملاتكم القادمة. شكرا جزيلا. إذن كانت معنا عبر الهاتف الدكتورة جميلة سالم السويدي، استشاري الفيزياء الطبية، استشاري نظم تطوير برامج الإشعاع الطبي في هيئة الصحة بدبي، وأيضا كانت تحدثنا عن حملة التوعية للوقاية من الإشعاع. نحن ما نرجع بعد الفاصل موضوع الأسنان. زين، موضوع الأسنان موضوع يعني يهم كل الناس. ما نتكلم عن خدمات جديدة وحملة أخرى اسمها ابتسامتي، وأيضا من خلال هذه الحملة تسعى هيئة الصحة بدبي للدخول إلى موسوعة جينيس للأرقام القياسية. شو السالفة، شو الموضوع، بنخبركم إن شاء الله بعد الفاصل مع الدكتورة حمد المسمار مدير إدارة خدمات الأسنان في هيئة الصحة بدبي. فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. أرقام التواصل معنا 600551414، أو عن طريق الرسائل النصية على 4006. أيضا موجودين معاكم لايف عبر حساب نور دبي، اللي حاب يشوف يعني كواليس البرنامج ممكن أن يتابعنا على هذا الحساب. قبل الفاصل نحن قلنا ما نتكلم عن يعني حملة تسعى من خلالها هيئة الصحة بدبي لدخول عالم الأرقام القياسية في موسوعة جينيس للأرقام القياسية. شو السالفة، بتخبرنا الدكتورة حمد المسمار مدير إدارة خدمات الأسنان في هيئة الصحة بدبي. صبحت الله بالخير دكتورة. صباح الخير. نحن عادة نسوي لك أكشن من أول الصبح. خلينا بس نتعرف أول شيء عن حملة ابتسامتي اللي تسعون من خلالها الدخول إلى موسوعة جينيس. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا انطلاقا من رؤية الإمارات وخطة دبي 2021 لنشر ثقافة أهمية صحة الفم والأسنان، وكذلك تماشيا مع استراتيجية هيئة الصحة بدبي نحو مجتمع أكثر صحة وسعادة، وضعنا نحن من إدارة خدمات الأسنان خطة للوقاية من أمراض الفم والأسنان وتنمية الوعي المجتمعي من خلال طبعا طاقم طبي ذو كفاءة عالية. تقدم هذه الخدمات إما في مراكز رعاية صحية الأولية ومستشفيات الهيئة، أو باستخدام السيارة المتنقلة. حملة ابتسامتي هي عبارة عن برنامج وقائي ابتدينا مع بدايات عام 2017 كدورة أولى، استمر لمدة 90 يوم. الحمد لله يعني لاقى هذا البرنامج استحسان من قبل الطلاب والأهالي. احنا بدأنا هذا البرنامج يعني بالتنسيق مع وزارة الصحة والوقاية، غطينا فيها 7 مدارس حكومية. الحمد لله أسفرت النتائج عن تحسن صحة الفم ومستوى نظافة الأسنان لدى الطلاب المشاركين في الحملة.
يعني مع هذه يعني النتائج المبشرة اعتمدنا هذا البرنامج بحيث ان احنا نستمر للعام الدراسي 2017-2018 وأن احنا نشمل شريحة أكبر من طلاب المدارس، بحيث هالمرة بنغطي إن شاء الله في الدورة الثانية 30 مدرسة حكومية. طيب إذن الفئة المستهدفة هي فئة طلاب المدارس، وبالأخص اللي هي من الأعمار اللي هي من 4 إلى 6 سنوات. هذا وين لحق يسوي استثمانه 4 سنوات؟ ترى هذا على حسب إحصائياتنا اللي إحنا يعني في سنة 2013 إن هاي الفئة العمرية عندهم أعلى نسبة تسوس تصل إلى 65%. شو الأسباب دكتورة؟ الأسباب هي طبعا اللي هي يعني من البداية لازم أولياء الأمور. أولياء الأمور، أنا أقول لك السبب أولياء الأمور. احنا علشان شيء نبغي ننشر هذا الوعي وهاي الثقافة ان جدا جدا مهم اللي هي الاهتمام بصحة الفم من يعني الاطفال حتى من قبل ما تطلع لهم اسنان. احنا نعطي هاي النوع من التوعية في مراكز الرعاية الصحية الاولية. جميل. دكتورة، يعني الانشطة والفعاليات اللي تضمنتها الحملة انت تحدثتي بشكل يعني سريع عليها، بس خلينا ناخذها بالتفاصيل. اوكي. بالنسبة للانشطة والفعاليات حتى نضمن حصول نتائج جيدة من هاي الحملة هو إدخال نظام التفريش الأسنان إنه بشكل يومي يكون ضمن جدول الطالب. في المدرسة. نعم في المدرسة. حصة تفريش أسنان. يعني بحيث إنه يحصل كل طالب، نعطيه فرشة أسنان، نعطيه معجون، يعطون إرشادات على طريقة التفريش، وفي نفس الوقت يكون في متابعة من قبل المدرسات وقبل الممرضات اللي موجودين في المدارس. بلاش تعطونهم؟ نعطيهم بلاش. ما شاء الله عليكم والله. وايد زين. يعني غصباً عليكم. هاي خدمة مجتمعية يعني. ممتاز. الهيئة ما تقصر. جزاكم الله خير والله. هذه فكرة جميلة. أنا أتذكر يعني كانوا يسوون أيام المدرسة. تعرفي أنا من جيل التسعينات أنا. بيبي. يوم كانوا يدخلونا في المدرسة دكتورة، أتذكر يسوون يوم في السنة يدربونا كيف نفرش أسنانه ويبوننا تي الفرشاة والمعجون. ترى هاي مسابقة وبعدين نشوف من أحسن مدرسة وكيف يعني تفاعل طبعا، وبعدين مين الأحسن ومنها، فيعني شيء جيد. في نفس الوقت إنه يعني يسوون لهم ورش، علمون الأطفال كيف يفرشون، شو الأغذية الصحية اللي يعني يأكلونها، وشو الأشياء اللي يمتنعون عنها، عشان في نهاية الحملة بيقدمون تقارير حق أولياء الأمور، شوفوا كيف كانوا قبل الحملة الأطفال، شوف بعد يعني بعد الحملة. أي بس بعد الحملة المفروض أن يستمرون. أكيد لازم تكون في متابعة دائمة. نعم، لأن هذا عمل إحنا نبتدي في جزء منه مثلا في المدرسة، وطبعا وفي البيت لازم يكون متابعة في البيت. الدكتورة قبل يمكن ما كانت عندنا مشاكل تسوس أسنان وايد عند الأطفال مثل الحين، ولا هل كانت المشاكل موجودة بس نحن ما كنا نسلط الضوء عليها؟ يمكن بعد احنا يعني منو تقصد يعني في 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 أي سنة؟ أتكلم عن جيلي أنا. عن جيلك أنت، جيل البيبيز. إنزين أوكي. لا بالعكس، في لأن أنا أشوف يعني إحنا من خلال الـ الكشوف السريري اللي لاحظها للأسف أن في يعني شباب في عمر الزهور يكون يعني في مرحلة المفروض مرحلة الشباب أنه فاقد جزء كبير من أسنانه. شو سببها؟ أنه يعني ما بقول يعني ممكن إهمال، ما بقول إهمال، يمكن يكون بعد تقصير من إحنا اللي هو اللي احنا لازم نعطي توعية وتثقيف أكثر، خاصة اللي هي في الفترة اللي هي فترة المدارس. ممتاز. طيب يوم الجمعة عندكم يوم فعالية الجمعة متميزة جدا. نعم. هذه اللي إن شاء الله يا رب، إن شاء الله يا رب ما ندخل فيها وما نحصل على رقم قياسي ممكن يأهلنا للدخول إلى موسوعة جينيس. شو الفعالية؟ شو الفئة اللي بتقدمونها؟ أنا طبعاً عندي مواضيع بس أبغى أنت تقولي لي. أوكي. يعني إدارة الأسنان قبلت التحدي، وأن إحنا ندخل محاولة لكسر الرقم القياسي لموسوعة جينيس لأكبر درس توعوي في صحة ونظافة الفم. هاي بتكون المحاولة الأولى من نوعها في المنطقة. الرقم اللي نحاول كسره تم تحقيقه في عام 2015 في أوكرانيا. عدد المشاركين كانوا 1507.
احنا ان شاء الله يعني باكر وي ار تارجتينج 2000 مشارك. 2000 مشارك ان شاء الله، ما بين 1800 و2000 نكون شي كسرنا الرقم ان شاء الله، نوصل 5000. ها ممكن. احنا الحين حاطين التارجت على 2000 ان شاء الله. زين شو بسوي لهم دكتوره؟ شو بيتضمن الدعم؟ انزين، اولا يعني احنا كل هاي المحاولات اللي نسويها عشان احنا ان ننشر ونزيد مستوى ثقافه السكان دبي بجميع يعني فئات العمريه، بجميع شرائح سكان دبي، ان نرفع اللي هي ثقافه اهميه الوعي الصحي نحو صحه و يعني صحة الفم والأسنان. هاي المحاولة بيتم فيها المشاركة اللي هي 2000 مشارك بيكونوا من شركة دلسكو موظفيها، في منها موظفين هيئة الصحة، في منها متطوعين من نادي الإمارات الأخصائي تنظيف الأسنان، في منها بعد من القطاع الخاص. بيتم فيها توفير يعني درس على كيفية التفريش، كيفية استخدام الخيط السني في خلال نص ساعة من يعني مع اللي هم بيقدمون هذا الدرس بيكون بثلاث لغات، لغة بالعربية وبالإنجليزية وبالأردو، لأن يعني الفئة الكبيرة بتكون من العمال، بحيث أن نخلصها في خلال نص ساعة. أوكي. وبعد نص ساعة طبعا إن شاء الله يعني طبعا المقيمين ويعلنوا النتيجة إن شاء الله. بتوزعون عليهم بعد معجون أسنان وفراشي ولا؟ هي طبعا لأن لازم فراشي 2000. نعم 2000 ما شاء الله عليكم والله دكتورة، جزاكم الله خير. يعني هذا بيعتبر يعني مهرجان صحة فموي، يعني تعاون ما بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي. ممتاز. هني في مسج يقول الجسمي يقول نتمنى التوعية بخصوص الأسنان أكثر وأكثر. ردت عليه حصة تقول زيد من كذا، والله ما شاء الله عليهم أشوفهم كثين وموفين. زين يقول الجهود ما لها حد والتقنيات دائما تتحدث، سووا اعلانات وتوصلون لاكثر من 2000. نحن موجودين هنا دكتوره، وين بيكون المكان وكيف ندعي الجمهور اذا يبغون يشاركون في هذه الحمله؟ هي في صاله دلسك الرياضيه، بيكون باكر الجمعه 10 نوفمبر من الساعه 3 لين الساعه 6، من 3 المساء لين 6 ان شاء الله. نحن نكون موجودين معاكم دكتوره. طيب الحين بعيد عن هذه الحملة بنذكر فيها مع نهاية البرنامج إن شاء الله. في أسئلتي كل يوم يطلعون تقنية لتبييض الأسنان، أنتم هذا السؤال يقول، والخيوط تسوي فراغات بين الأسنان، العود أخير عن الخيوط، هل الكلام سليم دكتورة أن واحد يستخدم نحن نسميه العنقرية أحسن من الخيط؟ العنقرية في جرح يعني صحيح، لأن الخيط أكثر أمان يعني على أساس تجريح اللثة، لأن اللثة جدا جدا نسيج حساس. صحيح. ففي بعضهم يعني مثلا they abuse it، أنهم اللي يستخدمون اللي هم العيدان. فممكن يجرحون نفسهم، ممكن يعني يسببون، بس اللي يقدر يستخدمه بطريقة يعني أنه ما يأثر بطريقة سلبية لا على أسنانه ولا على اللثة، فيعني عادي. لأن في ناس متعودة تقول لك ما أقدر أنظف إلا باستخدام العود، بس هو كخيط الخيوط أسلم، لأنها فيها نوعيات، فيها نوعيات خشنة، فيها نوعيات جدا يعني رفيعة. صح. بحيث أنك أنت وتحطها في بعضها بعد يكون في مادة منت. فلما تحطها تسوي رفرش. زين في حد يقول هني كل يوم يطلعون تقنية لتبييض الأسنان، والمشكلة الناس مركزة في التبييض ومو مركزة في التنظيف. زين شو تعليقك؟ كلام سليم. أهم شيء أن أنا عندي التنظيف، لأنك أنت لازم تحافظ على أسنانك تكون سليمة. أما بالنسبة للتبييض فهذا يعني تجميل، الناس تبغى تحصل على ابتسامة مشرقة، الناس يعني مثلا اللي هي أسنانها صفراء قاعد نسوي تبييض وهذا الحين تفرش اسنانك انت؟ شوف على طول بالخيطة. على طول يضحك شوف. ايه اشوف من بيض اسنانه ما ادري شو سوى وكل هذا. زين دكتوره بالنسبه لخدمات التبييض، هذه واحده من الخدمات الجديده استحدثتوها ما شاء الله في اداره الاسنان، خبرينا عن هذه الخدمه وكيف الواحد ممكن يستفيد منها وكم يوم في الاسبوع، يعني كل التفاصيل. اوكي. بالنسبه يعني لخدمه تبييض الاسنان اطلقناها مع بدايه عام 2017. اتت هاي الخدمه بعد طرح
الاستبيان لمراجعي المراكز الصحية. فما شاء الله كان الإقبال متزايد والطلب على أن ندخل هاي الخدمة، الخدمة هاي التجميلية في يعني هيئة الصحة. ما شاء الله الناس بدأوا يسعون أنهم يحصلون على ابتسامة، يبون ابتسامة جميلة، ابتسامة بيضة. فلبينا لهم هالطلب وفتحنا هاي الخدمة، في نقدمها في مركز البدع الصحي كل يوم أربعاء مقابل يعني مبلغ يعني سعر التكلفة نعم اللي هو كم؟ 800 درهم. انزين يعني تعتبر يعني سعر تنافسي مع الخاص. يا تفضل استاذ وائل في شيء. اي انزين لانه هو مسوي دروسه فخقق علينا الحين الدكتوره. انزين طيب وش علاج جيوب اللثه؟ في شيء اسمه جيوب اللثه؟ جيوب اللثه المقصود فيها ان لما يصير في يعني الشخص ما يلتزم بطريقه التفريش بالاستخدام الخيط، في ناس يتركون ما يفرشون اسنانهم بالايام. أوكي. فتصير اللي هي البكتيريا تتجمع، اللي هي البكتيريا هذه اللي هي تكون اصلا البكتيريا موجوده في الفم. أوكي. لكن لما الواحد ياكل فهي البكتيريا بعد اللي هي تتغذى وفضلاتها هذه تتجمع، اللي نسميها اللي بلاك، اللي هي تتكون هاي الطبقة. بعد فترة هذه الطبقة إذا ما تم تفريشها فهي تتكلس. زين وبعدين مثل ما قلت اللثة هي عبارة عن نسيج جدا يعني جدا حساس. فإذا أنت ما نظفت بهالطريقة فيبتدي شو تتجمع وتسبب لك هاي الالتهابات فتنزل وتسبب لك هاي الجيوب. طيب يعني العلاج انك انت تقي نفسك من هذا الموضوع وتنظف اسنانك. الوقايه خير من العلاج. نعم ممتاز. سؤال، ما هي مشاكل تبييض الاسنان اذا كان لها مشاكل؟ وايضا الشق الثاني مشاكل الهوليوود سمايل والرخام، في رخام بعد وغيرها مقاولات ما شاء الله الدكتور مو بس اسنان. مشاكل تبييض الاسنان يفضل انك انت تتبع تعليمات الدكتور. يعني يتم فحص المريض قبل بحيث انه لو كان عنده تسوس يحتاج ان يعني لازم هذا التسوس لازم يتم علاجه، عند التهاب في اللثه لازم يتم علاجه. يعني احنا نبتدي نصلح على اساس نصلح الاساس يكون سليم، بعدين انا ابتدي ابيض. التبييض احنا بالنسبة لنا الطريقة اللي نستخدمها طريقة خفيفة وطريقة يعني بحيث انها ما تسبب نسبة عالية من الحساسية. طبعا اللي هي درجة التبييض بعد يعني في بعض من المرضى يقول لك لا انا ما اكتفي بهاي الدرجة، ابغي درجة اكثر. فنحاول ان نسويها على عدة جلسات، ما تكون على جلسة واحدة عشان يكون في فاصل بينهم وما يسبب من الحساسية. طيب دكتورة يعني أنا قلت لك بسوي هذا الهوليوود سمايل، قلت لي ما يحتاج. زين في حد من الناس مسوي. زين ممكن تكون لهذه المسألة أضرار جانبية أو شيء، أو أن في بعضهم يأخذونه من 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 نظرة التجميل مش العلاج، فهي موجودة أصلا للعلاج وليست للتجميل. قصدك الهوليوود؟ ما هو يعتمد يعني الشخص مثلا ممكن يكون في فراغات بين أسنانه، ممكن يكون أسنانه وايد صفرة بحيث أنه ما قدر يتغلب عليها بالتبييض. ممكن تحتاج ترميم. ممكن هو يبغيها مثل بعض كل يبغيها كلها سيد وكلها طول واحد ولون يعني يعني شمس يتجهون إلى هذا النوع. بس في ناس يقول لك لا أنا أسناني ما أبغيك يعني مثلا ما أبغي حد يلمسها، ما لأن صغروا للأسنان. صح؟ يصغرونها ويشيلون الطبقة. يشيلون الطبقة. طبقة المينة. اللي هي الطبقة يعني شيء بسيط يشيلونه من فوق وعلى أساس إنه بعدين يحطون عليه. أو إذا في نوعية ثانية ما يشيلونه بس لازم يتوقع المريض إنه بيكون شكل الأسنان بارز. زين ما عليك من وائل يعني هو شوية أحيانا ما يكون شو اسمه في المود. يعني لأن في إحنا نبطل حلقة طول الحلقة. لا لأن في ناس حريصين يعني إنه ما تزيد الطول في سنه ما تكبره، فيعني كل واحد له طلبات. زين في منهم يصبغوا لك السن والبعض منهم يركب لبسه، ما هي الأضرار؟ لأن الحين قامت العيادات تتنافس بأسعار التبييض. جاوبت عليه الدكتورة بشكل أو بآخر. دكتورة أرجع لي الحملات اللي أنت تسوونها، أبغي كلمة تبغين توجهينها لأولياء الأمور
وللأطفال وللناس اللي مثل وائل وللناس اللي مثلي أنا. أنا أقول أن يعني إحنا في هيئة الصحة في الرعاية الصحية الأولية في إدارة خدمات الأسنان منكم وإليكم. إحنا الحمد لله خدماتنا كل يوم في تطور. إحنا نستقبل كل اقتراحاتكم البناءة بصدر رحب. نقدم كثير من الحملات يتم الإعلان عنها على يعني تواصل اجتماعي أحيانا اللي هي في الصحف, أيضا اللي هي يتم التواصل مع الجمعيات الخيرية, مع المؤسسات الحكومية, مع المدارس. إحنا نهيب يعني بأولياء الأمور إن يكون في تعاون, هو مو بس التعليم في المدرسة, ولكن لازم يكون في متابعة أيضا من يعني من البيت. إحنا نقدم هاي النصائح من الأطفال من يعني من بداية اللي هي ولادتهم لين سن الخامسة. نعطي طبعا هم يجون مع الأهالي اللي هي فترة ما يأخذون التلقيح, بحيث أن يعطونهم إرشادات, يحطوا لهم اللي هو طبقة اللي طلعتهم طبعا الأسنان, يحطوا لهم طبقة اللي هي الفلورايد اللي هي الواقية. أول ما يكتشفون أن بداية يعني عرفت كيف, يحطوا لهم اللي هو الحشوة الوقائية. فكل أنا ما قدرت أني أنا أسيطر على هالشيء من البداية, أنا بقدر يعني أني أنا أحصل على ما شاء الله يعني مجتمع ذو ابتسامة مشرقة إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. دكتورة بس تسمح لي وائل يعني قبل أن نختم سؤال, ما هي أحسن حشوة دائم للضرس للأسنان؟ يعني لأن بعض الحشوات بضعة أيام تطيح ما تثبت. لا هل يطيح اللي هي المؤقتة. المؤقتة نعم. بس أحسن حشوة شو؟ ما في شيء اسمه أحسن حشوة يعني, على حسب الحالة. ها؟ على حسب الحالة نعم. أي زي هو يسأل دكتورة أنا ما يخصني. إيه أدري أدري. إيه ما بس اللي دكتورة وايد سعيد بهذه المقابلة, وما شاء الله دائما ما إدارة الأسنان في تطور مستمر. قبل ما شاء الله من الصديف حد منكم مليون شكوتينا, الآن ما شاء الله عليكم دكتورة في الفترة الأخيرة شفنا في تطور في الخدمات, شفنا حتى في تطور في تقديم الخدمة, وكذلك شفنا في تطور في التعامل مع المرضى. الحمد بس لله. هني أنا أبغي أوصل شغلة بسيطة على السريع, ما عليه شيء وايد مهم في موضوع المواعيد. المواعيد تم إلغاءها بالنسبة للأسنان إلا في بعض العمليات الجراحية أيضا اللي إيه مثلا عند طبيب الأسنان يحط في باله أن كل مريض يأخذ ساعة تقريبا كأفرج ما بين 45 لساعة, زايد أن عملية تنظيف الغرفة هذه وتعقيمها كم تأخذ دكتورة؟ يعني تأخذ في حدود يعني ربع ساعة, تقدر ربع ساعة لين 20 دقيقة. فطولوا بالكم يعني, حطوا في بالكم هذه الأشياء, وأن الهيئة تتبع أعلى المعايير لسلامتكم. عموما وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم, نشكر الدكتور حمد المسمار مدير إدارة خدمات الأسنان في هيئة الصحة بدبي, وأيضا هذه دعوة نوجهها لكم إن شاء الله باكر للمشاركة في تحقيق الرقم القياسي لأكبر درس توعوي لصحة الفم ضمن حملة ابتسامتي. هذه تحياتي, محدثكم محمود يوسف العلي, شكرا لك وائل قواسمة, شكرا تشمير المري, ونتمنى لكم إجازة نهاية أسبوع سعيدة ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.